مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده هنعمل مع بعض مهارات جديده ووصفه من الوصفات الجميله للاطفال، وبناء على طلب رودينا صديقه البرنامج حبيبتي النهارده هنعمل لك حلقه فيها كل انواع الفشار اللي انت بتحبيها، والكل طبعا الاطفال. وبما اننا هنبقى تمام مقبلين بقى مش بس على التسالي ولكن كمان على المدارس، فهيبقى في ولاد بتحب قوي تاخد معاها شويه من الفشار في المدرسه. خلينا كده نقول اول فشار هنعمله مع بعض وهنتكلم على التكنيك بتاعه بكل سهوله. هنبدا اول حاجه الفشار بالشوكولاته. فشار بالشوكولاته من الحاجات المحببه قوي، وانا هقول لحضراتكم بديل الشوكولاته في الوصفه دي هيكون ايه المقادير وهنزلها لكم برده لو ما فيش شوكولاته خام. عندي طبعا ذره فشار، وعندي كمان ربع كيلو من الشوكولاته المبشوره. انا ببشرها عشان تبقى سهل عليا اسيحها، ما بحبش اسيحها في الميكرويف قوي يعني. وعندي معلقه كبيره من الزيت. تمام. طيب دي اول وصفه بالنسبه للفشار. طبعا الاساس عندي الفشار اللي احنا هنبدا نعمله مع بعض كده، لازم يكون سخن طبعا عشان يتغلف كويس. خلوا بالكم من النقطه دي جدا. هنعمل كده ايه هنا، بسم الله. طبعا انواع الذره الفشار بتبقى جميله، في انواع ذره كده بتعرفوها لما تبقى ايه يعني نعرف هو نوعه كويس ولا لا لما بنسخنه وبنعمله فشار، ونعرف ان كل الكميه اتفتحت ما بقاش فيه فاضل ذره تحت. وبرده ده ليه تكنيك. احيانا ممكن حد يعمل الوصفه دي فيقول لك اتبقى معايا بواقي ذره، هو ممكن يكون في التسويه ما عملهاش صح. فاحنا هنتفق دلوقتي على مضمون التسويه للفشار. اول حاجه انا بسخن الحله قوي، لازم اسخنها قوي خلاص، وبعدين نبدا نتعامل بقى مع الفشار. هنقول اول حاجه هنطلع فشار بالملح عادي جدا. طبعا يفضل مع الفشار الزيت النباتي، ما بفضلش مع الفشار قوي الزبده لانه بتطريه يعني بتخليه طري شويه. هي طبعا بتدي طعم حلو بس بتطريه. يعني انا بفضل الطعم الفشار التقليدي المقرمش اللي احنا وكل حضراتكم متعودين عليه. هنعمل بقى بكذا فليفر، وهقول لكم على فليفر الجبنه المظبوط من غير ما نبشر جبنه ومن غير ما لان الجبنه مش هتدوب على الفشار مهما عملناها. وعشان تبقوا ايه استغلينا الفرصه يعني. انا هسيب دي هنا وهخلي بقى محمد، خليك انت معايا بقى يا استاذ شوارب، وهخلي محمد يدخل يحط دي على الميكرويف يحمرها شويه عشان اقول لاصدقائنا احنا عملنا فيها ايه. هسخن الحله قوي قوي، وهنتكلم عن فوائد الفشار بقى كمان. فوائد الفشار ليه فوائد كتير جدا. عايزه اقول لكم في احماض دهنيه غير مشبعه بتقلل الكوليسترول الضار في الدم، غنيه جدا بالالياف وبتنظم عمليه الهضم. عايزه اقول لكم في نسبه حديد وفيتامين ب بيعالج الانيميا. في حمض الفوليك بيحسن صحه الجنين، بينظم السكر في الدم، بيقي من سرطان الثدي والكبد. عايزه اقول لكم بيجدد كده الطاقه وبيحسن الجهاز العصبي. خلينا نقول ان هو كمان مفيد لصحه البشره والشعر. في مضادات اكسده كتير بتقوي صحه العين بالاسنان العظم. يعني الدوره ده اللي احنا شايفينه ليه مميزات كتيره جدا. عايزه اقول لحضراتكم بقى شوفوا كده سبحان الله، كل حبه دوره من دول جواها نقطه ميه، نقطه ميه. هي لما بنيجي نسويها، لما بنيجي نسويها حضراتكم بتلاقوها ايه دخلت ونفشت، نفشت وتديها هي التسويه دي، عشان كده هي بتستوي وتنفش سبحان الله. فانا طبعا هستخدم الذره، وهنشوف. انا دلوقتي بسخن البان قوي، يعني ايه اللي هو تسخين حلو. خلينا ايه معانا ام اسلام. يا صباح الفل. يا صباح الهنا. مني انا حبيبه قلبي. حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي دايما يا رب. امين. احنا وانتوا كل السامعين حبيبتي، وتسلم معلوماتك الجميله. تسلمي يا عمري. هو الفشار مش للاطفال بس، لا للاطفال اللي زينا كمان بالظبط كده. عايزه اقول لك ساعات لما كنت بعمل الدايت انا ممكن اعمله في الميكرويف. ايوه بيبقى روعه. انت عارفه بقى انا عملت كده مره في كوز الذره. والله اقول لك بقى دهنته زبده ودخلته طلع فشار. بيبقى جميل والله. شفتها فبصراحه شفتها في فيديو اجنبي ورحت جربت، قلت لما اجرب لقيته طلع. لا فعلا هو بيبقى حلو. ولما بتعملي الفشار برده جوه بتغطيه وبت
بتخرمي بقى للسريتش. ايوه وبيطلع بقى تحفه برضو. الله، شفتوا بقى الطريقه الحلوه دي؟ مفيش احلى من كده. جميل صح، جميل منك يا ام اسلام، ربنا يسعد قلبك. عايز اقول لك برضو عايزين اللي هو بالكراميل، هعمله حالا دلوقتي. بس ليه طريقه بقى عشان تفرفطوه في ساعتها، بس خلوا بالكم من ايديكم، هعملها حالا. انا عندي اسلام مدمن فشار وانا بالكراميل، وانا كمان، وانا بحب اللي بالكراميل ده. بس كده علينا الاسلام. انا بقول لك انت واسلام اخوات. ايوه احنا اخوات فعلا. انت سبتيني فين؟ سبتيني فين انت؟ اكيد. حبيبه قلبي. ربنا يخليكي لي يا رب. ودايما من تقدم لتقدم يا حبيبتي. امين امين يا حبيبتي، تسلمي لي، تحرمش منك. امين يا رب، احنا وانتوا كل سنه. يا حبيبتي شكرا يا مستر. شكرا للبرنامج وللقناه كلها. يوصل حبيبتي، شكرا ليكي ولاتصالك وسؤالك علينا، شكرا ليكي حبيبه عمري. بصوا بقى سخنت، هبدا احط الزيت. بسم الله. حبة زيت حلوين كده، مش كتير بس حبة زيت حلوين. بسم الله. بصوا كده اهو بس. وهنيجي بقى هناخد الذرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهعمل كده، شايفين؟ وبحط معاه رشة ملح. ده هطلعه بالملح عادي خلاص. وهاخد الغطا، هيبدا بقى الزيت خلاص هو سخن، هبدا اقفل كده. واول ما يبدا يفرقع هروح مهديه النار سنه مش كتير عشان تتفرقع كل حبات الذره. انا هنا بس عشان مسخنه على العالي، خليني اوطي النار، اخليها على 3 حلو قوي. وهحط هنا الشوكولاته الخام اللي انا هدوبها عشان اعمل بيها فشار الشوكولاته. بس انا مش عايزه ادوبها دلوقتي، عايزه استنى عليها شويه علشان انا هبدا اعمل اول حاجه نسبه الفشار. يعني شويه فشار حلوين كده ناخد منهم شويه بالملح، وهناخد منهم شويه للكراميل. وهحتاج المفرش السيليكون بتاعنا يا ابو حميد، عشان مهم قوي نفرد على ورق زبده مدهون زيت، او نفرد على ورقه السيليكون او فرخ السيليكون لو موجود عند حضراتكم، علشان تتفرفط معانا بسرعه ونقدر نفصله بعد ما يبدا يشد ويبرد سنه. اوعوا تلمسوا الكراميل وهو سخن لان لسعته وحشه جدا. طيب هبدا هنا بقى، انا بجهز هنا كمان شويه فشار تانيين، بسخن بان تاني عشان نشتغل في كل الانواع مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا مين؟ رودينا. اهلا اهلا اهلا. ثانك يو، عشان انت عملتي لي الفشار اللي بالشوكليت، وكنت كمان عايزاكي تعملي لي اللي بالكراميل. يا نور عينيا، انت تأمري يا رودينا. انا مبسوطه ان انت كلمتيني النهارده. وانا كمان، انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي يا روح قلبي، تسلمي لي. اعمل لك اللي بالكراميل واللي بالشوكولاته دلوقتي حالا حبيبه عمري، وصحه وهنا على قلبك، وسلمي على ماما كتير قوي. اتفقنا؟ اتفقنا. قلب كبير اهو. حبيبه عمري ربنا يحفظك يا رب حبيبتي، ميرسي لسؤالك ولاتصالك يا رودي. بصوا بقى اهو خلاص بدا يغلي غلوه كده، هيبدا يفرقع معانا. تعالوا بقى ناخد هنا شويه، انا بسخن برده البان دي، اعمل فيها شويه كده شويه من الفشار برده عشان دول اللي هسخن ليهم الشوكولاته. حلوين كده، وهنحط شويه زيت برده. وبعدين نتكلم بقى شويه كمان على فوائد الشوكولاته الخام. الشوكولاته الخام دي مهمه جدا، عايزه اقول لكم من الحاجات الصحيه، بتقلل من ضغط الدم وبتساعد كده على الاسترخاء والهدوء. فيها نسبة مضادات أكسدة بتحمي كده القلب من الأمراض، بتحسن المزاج، بتعالج الاكتئاب. الناس اللي بتبقى متضايقة ساعات تاخد قطعة شوكولاتة كده خام. بصوا بدأ، لكن طبعا الإفراط مش حلو لأنه بيعمل ساعات أحيانا يعني اضطراب في النوم بالذات لو كانها بالليل. طيب وبرضه بيسوس السنان، مهم قوي بعد أكل الشوكولاتة. دايما أقول للولاد إيه، لو هناكل سويتس لازم نغسل سناننا دلوقتي. ومهم قوي غسيل الاسنان قبل النوم، لانه دي اطول فتره الولاد بيناموا وهم فكره السويتس موجوده. بصوا بدا يفرقع، ههدي النار سنه عشان اللي يفرقع الاول ما يتلسعش ويشيط من تحت قبل التاني ما يفرقع ويتفتح كله، فبوسط الحراره خلاص كده. هسيبها بقى هنا، وهنا انا حطيت شويه تانيين بس ما ضفتش عليهم ملح، دول اللي هضيف الفشار معاهم مع الشوكولاته. مش هحط رشة الملح ولا حاجة، مش هحتاجها إن شاء الله. خلاص هحط هنا الشوكولاتة بتاعتي. بسم الله، كمية كده حلوة أنا بشرطها عشان تبقى سهلة إن أنا أسيحها على البخار. أنا بفضل الطريقة دي
في ناس ممكن تدخلها دقيقة الميكرويف وترجع تدخلها دقيقة تاني. أنا بخاف بس إن في بعض الناس ما بتعرفش تظبط درجة الحرارة قوي أو تظبط إنها ممكن تتلسع منهم الشوكولاتة أو تجمد، فأنا عشان كده بقول دايماً والوصفة الأمان اللي هي تنجح مع كل الناس. لكن الشاطرين واللي بيتعاملوا مع الميكرويف خلاص أمان، ما فيش مشكلة، حضراتكم تعاملوا بالطريقة اللي تريحكم. تمام، دلوقتي بقى هاخد كده الشوكولاتة، أنا هخليها هنا بس على الحرف، أبدأ إيه سنة كده وهوريكم بقى حالاً الفشار، وهنجيب بقى كده بولة كبيرة. ممكن فين الحاجات الستانلس الواسعة بتاعتنا يا محمد؟ في حاجات ستانلس كده واسعة بتاعتنا، الأطباق الستانلس الغويطة دي هحتاج منها ممكن شوية. شوكولاتة أهم حاجة الخام، محتاجة نبشرها يبقى نوع كويس، أنا هحطها هنا تسخن. شوف هنا، تمام هتبدأ. لا يلا بينا، هنسيب ده هنا وتعالوا بقى نسيح هنا الشوكولاته. انا سخنتها بس طبعا الميه تحت هنا سخنه، مش حاطه الميه لمسه البوله البخار بس، فحطيتها زي ما حضراتكم شايفين كده شويه ميه سخنه تحت وحطيت عليهم ايه البوله كده، واسيبهم يسخنوا بقى يعني يدوبوا مع بعض. خلاص كده اول ما تدوب، بعد ما بتدوب بحط لها معلقه زيت واحده بتلمع شكل الشوكولاته وتخليها شايني كده وحلوه. خلاص، وبعدين هجهز بقى اما زي ما قلت لحضراتكم ورقه زبده او الورقه السيليكون اللي قلت عليها. اهي الورقه السيليكون دي هفرفط عليها الحاجات عشان تبقى ايه يعني تمام مظبوطه. نقطه بس كده، نقطه زيت كده عشان الفشار ايه يتفرفط عليها حلو. خلاص تمام ماشي حلو، الفصوص الفرقعه ده روعه. طيب ايوه الفشار ده اصله امزجه كمان. هنا بقى هنحاول مش هسيح الكراميل دلوقتي لما نخلص الايه شوكليت بتاعتنا. حلو قوي في المناسبات وللولاد. بصوا بقى انا جبت الحاجات الحلوه دي مش غاليه، دول المصري، دول الايه المصري، في منهم تركي كبير اسعاره غاليه، الواحد عامل 30 جنيه قلت له ليه كتير قوي، فده حلو. بصوا بقى عليه رسومات حلوه والخامه بتاعته جميله ازاي ومش غالي. بصوا ما شاء الله اوريكم شكله، ممكن تقرب لنا مخرجنا اذا تكرمت يعني. لا انا عايزه اقرب من القوالب دي، عايزه اوريها المشاهدين الكرام هم خامتهم عامله ازاي كده. ايوه دول، بصوا شايفين الخامه حلوه ازاي وعليه رسومات جميله جدا، وهو بتاع البوب كورن منه الوان كتير قوي، خامته حلوه، الساعه بتاعته كبيره وجميله وسهل التنظيف، كل حاجه فيه جميله. انا جبته تقريبا الواحد عامل 15 جنيه حاجه كده يعني. ده المصري وماله، حلو امور وجميل، مش محتاجين التركي لابو 30 جنيه ده. خلاص، وبيقعد بقى معانا فتره حلوه، كل ما نيجي عايزين نعمل فشار او نقدم لضيوفنا هنقدم فيه. بصوا حجمه كبير ما شاء الله، في حجم كمان اكبر، ده يعتبر الحجم الوسط. خلاص طيب هنبدا بقى ايه، انا هسيب بس الشوكولاته كده تبدا تاخد مع نفسها، وهنا طبعا الفشار شغال الحمد لله، هنوريه لكم دلوقتي من وقت للتاني كده. اروح لفه الحله لازم عشان لو في حاجه كده ولا كده في الجناب. ماشي، تبدا تدوب كده وتسيح وتبقى تمام. عايزه اقول بديل ندى، لو سمحتي نزل البديل من الكاكاو، ايه رايك بديل الشوكولاته لو ما عندناش شوكولاته خام معايا؟ ندى يلا حبيبتي ننزل البديل، لو في مش عند حضراتكم شوكولاته خام زي اللي عندي هنقول البديل ممكن نعمله بالكاكاو. ممكن تقريبا هو بيبقى زيت وكاكاو وسكر. بصوا بيبقى كاكاو وسكر وزيت، هنحط معايير يعني قد بعض، معايير مناسبه جدا
هنحط ننزل طب المقادير ممكن؟ ماشي حبيبتي تسلمي يا نودي، متشكرين جدا يا فندم، متشكرين لسيادتك يعني. بصوا الشوكولاته اهي، بصوا بدات تدوب ازاي. انا بقى فضلت احط لهم شوكولاته خام احلى، تبقى كده متغلفه وجميله. هنزل مقادير البديل بتاعها حالا. حط نقطه زيت واحده، النقطه الزيت دي بتدي لمعه حلوه قوي للشوكولاته بتخليها روعه. هطلع بقى الفشار سخن وايه، وهبدا اصب عليه الشوكولاته الحلوه دي اهي. تمام، هلبس بقى الجلافز التاني كده. بديل الشوكولاته نص كوبايه كاكاو، نص كوبايه سكر، ربع كوبايه زيت. ده البديل لو مش عند حضراتكم، اضربوهم كده مع بعض على البارد ويطلع ان شاء الله جميله. بصوا الفشار، حضرتك جاي ولا اعمل ايه؟ طب اهو والفشار معانا، يلا بينا قبل ما يفرقع في وشي يا استاذ شوارب بعد اذنك. شايفين اهو، وادي الحله الكبيره لاخر واحده اهو، مهمه قوي دي، دي برضو مهمه. خلاص لو في حاجات في الجوانب ولا حاجه، هاخد بقى شويه فشار من دول، وعندي الشوكولاته اهي، ازود بس كده سنه تدوب يعني تبقى ملتد اكتر، وهاخد بقى شويه من الفشار. يلا نغلي، لا هنعمل الاول شويه من الفشار عليهم الشوكولاته. حط شويه من الفشار هنا، هنصب عليهم الشوكولاته وننزلهم على كده. خلي بقى ده هنا، هنحط بقى الشوكولاته. بيجروا لوحدهم. بصوا بقى اللي عايز بالملح في اللحظه دي ممكن نحط الايه، الملح دلوقتي. عايزين طعم ملح يكون حلو، ممكن رشه ربع معلقه بسيطه من ملح الليمون على الملح العادي وقلبوهم، هتديكوا نكهه حلوه. دلوقتي بقى انا هجيب الشوكولاته اهي وهصب كده. بسم الله، لازم يكون سخن. خلاص وهنبدا المفروض ان احنا، انا بقى عايزه انزله هنا عشان افرفطه كويس. شفتوا ازاي اهو، نغلف بقى كله بالايه، بالشوكولاته على الورق بتاع السيليكون او ورق الايه، الخبز اللي احنا قلنا عليه اللي هو ورق الزبده. طبعا الشوكولاته اول ما هتبدا تهدى وتبرد هتبدا تمسك وهتبقى جميله جدا، وطعم الشوكولاته هنا نقوق، يكون ماركه حلوه الولاد بيحبوها، هيستمتعوا بطعمه جدا. تسلمي يا روح قلبي. معلقه الزيت اللي مع الشوكولاته دي مهمه قوي، تدي لمعه حلوه وفي نفس الوقت بتساعد ان تغليفها على الفشار تبقى الشوكولاته كده شايني ولمعه. بصوا اهو هيبقى رائع. هفرده بقى كده، هسيبه شويه، لازم اسيبه شويه الشوكولاته دي تتماسك، حبه مش كتير يعني. خلاص وبعدين بس اقلب حلو قوي علشان تختلط حلو، يبقى كل حبات الفشار عليها ايه، عليها شوكولاته حلوه متغلفه كويس. وهنبدا بقى بعد كده نعمل باللي بالكراميل، عشان بالكراميل ده برضو حكايه وجميل. ونزلنا كمان البديل بتاع الشوكولاته، اللي عايز يعمله يعمله بالكاكاو مفيش مشكله خالص لو مش متواجد الشوكولاته اهو. شايفين الجمال، هوريكم بديل للجبنه حلو. هتستغربوه شويه بس ان شاء الله يدي تيست حلو. بصوا بقى، يلا انا هبدا اسيبها بقى كده، شايفين الفشار، هسيبه بقى كده قدام حضراتكم بس يتماسك شويه في التكييف الساقع ده، وهستسمحكم نطلع استراحه، نرجع بعد الاستراحه نستكمل مع بعض الفشار بالكراميل في انتظار حضراتكم.
ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. قدمنا بصوا البوب كورن بالشوكلت الخام، اتمنى يا رب ينول اعجاب حضراتكم لما تفرفطوه كده ويجمد. الناس عايزه اقول لكم بقى في الفاصل قعدوا ايه ينقنقوا في الحاجات اللي كانت باقيه على السيليكون شيت، بس يعني قالوا ان هو حلو. ولو عايزين تسالوني الحاجات اللطيفه دي، العلب دي زي ما قلت لحضراتكم هي موفره جدا وجميله جدا، والمصري والوسط، والواحده العلبه ب 15 جنيه. اكتر من كده اعمل ايه بقى؟ يلا بينا.